تعتبر مهنة النجارة من المهن القديمة التي رافقت المجتمع الموصلي منذ قديم الزمن، وقد برع فيها العديد من شخصيات المجتمع الموصلي بشكل كبير. نحن بهذه المهنة صارنا تقريبا أكثر من 300 سنة مستورثيها عن أبهاتنا وأجدادنا. بهذه المهنة مهنة زراعية، هي مهنة حرفية، نجارين في منطقة الميدان قرب جسر القديم. أحب هاي المهنة لأن أشنو عشنا من وراها. سابقا كانت تشتغل بالجراجر والعدة والفدان على الزراعة وعلى البناء. حاليا نحن بسنة 2021 شغلة طورت مكائن وآلات وقنادش كهربائية. سابقا كنا نشتغل بغندج خشب، هسه حتى لا تختلف، هسه شغلتنا على البناء وعلى الزراعة. تركز وجود النجارين في منطقة الميدان عند نهايتها المطلة على جسر نينوى القديم. يعرض في السوق ما ينتج في الورش من مهود ومراجيح ولعب للأطفال، فضلاً عن مستلزمات البيت المصلي كالشوبك وتختة اللحم وتختة الحمام والملاعق الخشبية ومحمل الحب الخشبي وطبلية السفرة والقصعة والتخوت والأرائك. أكو خشب بياض سبندار، أكو خشب شام يجي مع الموبيليات يجي للنقش والشرخ، وأكو خشب بلوط يجي نوعية كلش جيدة، أكو خشب يجي مع البلوط من الشمال مع منطقة باكرمان كلش قوي، يعني موازاته كلش رهيبة ونوعيته جيدة جدا. ويصر النجارون الموصليون على استمرار وجود سوقهم الذي يمثل بالنسبة لهم الحياة، بالرغم من عدم مواكبتهم للحداثة ومخاوفهم الكبيرة من اندثار السوق. احنا نخاف لا تندثر، ولهذا محافظين عليها. وثاني شيء شغلة، يعني هسه اكو شغلة مهن يدوية، هذه يعني طورناها شوية صارت ميكانيكية وتنطي جمالية للشغلة اكوس واسهل. هي قلت ما مثل قبل، قلت ما مثل قبل، ولكن يعني بسرعة ما احنا محافظين عليها، ما نخليها تندثر بإذن الله. طبعا تنقرض لان اشنو التكنولوجيا، لان هسه المواد اللي تجينا الاستيراد عتدمر المهنة. استيراد هسه تفليسيات، المشتري ما يعرف هذا خشب من الشمال او من تركيا، ما يميز، يميز على السعر، السعر لا شيء، هذا دمر المهنة. عايشين وراها والحمد لله، لكن هي عشركية بالعدل من سوء الى أسوأ، لان ماكو دعم بها. وبالرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها سوق النجارين في الموصل، لا يزال إقبال أهالي المدينة وضواحيها على النجارة اليدوية كبيراً، ما يمنح الأمل باستمرار السوق وبعده عن الاندثار.